أيضا من نتائج وصلتنا وصلنا نتيجة دومنا ماهر جودة المقهى أبو حليفة، الثاني عبد الرحمن الفلاح مقهى السالمية، الثالث مطلق سيف من مقهى القبلة. فسباق الدرجات ينتقل الميكروفون إلى زميل خالد. سيداتي أنساتي سادتي أحييكم في هذا اليوم، في يوم الأحمدي السابع. اليوم يلتقي وتلتقي هيئات كثيرة الحقيقة في هذا اليوم. الآن البداية بعد هذا العرض لموسيقى الجيش، الآن راح ننتقل للدراجات. سباق الدراجات طبعا البداية في النادي أو في الملعب، ومثل ما انت شايف البداية الانطلاق الآن، ثم ينطلقون إلى خارج مدينة أو خارج الملعب. سباق الدراجات أقيم من بداية اليوم الأول اللي يقيم في 74، وكان في المركز الأول في اليوم الأول هو أسامة محمد طاهر من نادي الفيحيل، وفي اليوم الثاني كان أيضا اللي حصل في اليوم الثاني في 75 هو خالد صقر من جامعة الكويت، بالنسبة للفائزين الأوائل في المركز الأول في سباق الدراجات. أما في اليوم الثالث اللي يقيم في 12 مارس في 76
فكان هو خطاب عمر من منظمة التحرير. وفي اليوم وفي يوم الأحمدي لاحظ الصورة، زهرات وزارة التربية بيشاركون لأول مرة حقيقة في يوم الأحمدي، ولا شك أنه تعاون بين جميع الهيئات ووزارة التربية سباقة في مثل هذه الاشتراكات وتشارك. والآن نلاحظ بداية سباق الدراجات، وفي اليوم الرياضي الرابع في 25 مارس 77 اللي كان صاحب المركز الأول اللي هو محمد عاصم من النادي العربي. و سباق الدراجات راح يكون مسافته 20,000 كيلو، عفوا 20 كيلو متر، 20 كيلو متر راح يكون ابتداء من النادي، ينطلقون خارج استاد الملعب اللي هو الملعب الرئيسي اللي هو ملعب شركة نفط الأحمدي، شركة نفط الكويت عفوا، وينطلقون من ومشتركين في هذا اليوم 44 متسابق و44 دراجة. طبعا لابد يكون متسابق ودراجة لأن سباق الدراجات، و44 متسابق في يوم الأحمدي في سباق الدراجات. و بداية الانطلاق من داخل النادي، وثم الوصول طبعا في اليوم الخامس. ايضا كان محمد عاصم هو الفائز الاول من النادي العربي، وفي اليوم السادس العام الماضي كان فارس سليمان ايضا من النادي العربي. وواضح بالصورة الان انطلقوا الدراجات، والمخرج ايضا على طول معاكم طعم البوابة، وبيتجهون مسافة تقريبا هي بين 20 ل 25 كيلو متر خارج او داخل مدينة الأحمدي. ثم ايضا النهائي راح يكون في داخل، طبعا راح تستغرق مسافة. الان في ايضا برنامج اخر، وفي ايضا استعداد اخر، انا شايف الان الاستعداد اللي هو لسباق 100 متر عدو نهائي رجال. والان اترك الميكروفون للزميل حسين مكي. المشاهدين الان راح يبدا سباق 100 متر، راح يشترك في هذا السباق 8 لاعبين، هم الضويحي عوض ومطر عاشور ويعقوب العومي وعبد المجيد الدوسري، خالد بخيت، مواس راكان، ابراهيم علي، صباح سلطان. في عام 74 لهذا السباق وبداية اليوم الرياضي بالأحمدي فاز اللاعب عبد اللطيف عباس بالمركز الأول من العربي، و75 عبد اللطيف عباس، و76 كذلك اللاعب عبد اللطيف عباس. وعام 77 فاز عبد اللطيف الهدبة من خيطان، و78 ضاحي فرحان من المعاهد العليا، وعام 79 مواس راكان من اتحاد الجيش. والحين راح يبدأ سباق 100 متر عدو، وراح نشاهد من اللي يفوز في عام 80 في يوم الأحمدي. وقبل لا يبدأ السباق لنا لقاء مع قانم علي قانم، سكرتير عام ألعاب اتحاد ألعاب القوة للتحكيم، وراح نتكلم معه كلمتين عن هذا السباق. مرحبا أخ قانم. يا هلا وسهلا. نبيك تعطينا فكرة طبعا عن المتسابقين اللي راح يشتركون اليوم، هل هم من الأبطال المعروفين طبعا بالنسبة لهذه المسابقة، وما مدى مستواهم يعني؟ والله شوف، هذه نتيجة تصفيات الصبح صارت. نعم. صارت عندنا تقريبا حول 10 تصفيات 100 متر، لاعبين كثير مشتركين معانا في 100 متر، والنتيجة اللي صفينا عليها من 8 لاعبين
فأتوقع أنا متوقع لأن ما تعرف لها 100 متر في هذا الجمهور وهذا اليوم. نعم التنافس من اللي يفوز، بس أنا متوقع حق موسى ركان مواس ركان. نعم مطر عاشور اللي يفوز في هذا السباق. أعتقد هذا مواس ركان مو أول مرة يشترك في هذا، معروف. لا هو فاز من سنة سنين ما أذكرها بالضبط. نعم فاز في سباق 100 متر في يوم الأحمدي وحصل على المركز الأول. فاليوم يعني انت ترشحه تقريبا على المركز الاول بينه وبين مطر عاشور، لان في التصفيات شفت الصبح اليوم صاير الشد بينهم اثنيناتهم ذيله، فيحاولون يبون الزمن من يجيب زمنه اكثر. نتمنى نشوف الاخ مواس ركان او اي واحد من المتسابقين، لربما تطلع مفاجاه يعني بين الثمانيه. ما اتوقع ان الجمهور نحدد نقول مواس ركان او هالبدايه راح تبدا بها، راح يبدونه اعتقد هذا البدء الحين قبل كل شيء يتصل يكون الاتصال في العلم الاحمر مع الميقاتيين بالنهايه خط النهايه لما يكونون على استعداد. نعم هو يعطيهم اشاره عشان ياخذون مكانه في ثلاث خطوات. طبعا لما اللاعب في سباق 100 متر ياخذ مكانه، وسباق 100 متر لو بتطالع بالثواني طبعا صحيح 10 ثواني وكسور كذا 10 4 10 5 يلا ياخذ بنفس واحد. نعم فهالثلاث المراحل هذه عدها لما نقول خذ مكانك. نعم يقعد اللاعب مرتاح ويقعد يفحص طبعا على ريوله وعلى يدينه انه واخذ وضع مرتاح تمام مو مستفيد منه. طبعا اللي طالعه وراه هذا المسند اللي يسنده. نعم هذا ممكن يستفيد منه اللاعب اذا رفع راس ريله عن القاع كذي اصابعه مشطه رفع على القاع ممكن ياخذ دفعه في علاوه، او طلع بيدينه قدام الخط في خط طبعا مرسوم لهم هناك. نعم في ثلاثة نشوف لو نشوفهم ثلاثة واقفين حكام عشان يعدون ثمان لاعبين ذيلة على 100 متر. الثمان لاعبين ذيلة لهم ثلاث حكام؟ ثلاث حكام هني في البداية، في النهاية لهم 12 حكم ياخذون نتيجتهم. 12 حكم ليش؟ لكل لاعب حكم ولا؟ لا في الأول عندنا ثلاث حكام طبعا ياخذون الوقت ماله والزمن يحددونه، وفي عندنا الثاني حكم واحد والثالث والرابع، وبعدين في عندنا قضاة النهاية. قضاة النهاية طبعا مع الزمن هذا يحدد بنظره. واصعب شيء في سباق 100 متر النظر يعني ياخذ فيه، بس اذا كان في الفوتو فينش النظر يلقى. الفوتو فينش اللي هو كاميرا اللي تاخذ بلحظة خط النهاية. نعم وهي تلقي كل شيء. بس هني يساعدون الحكام يحطون ثلاثة على اساس ياخذون الاول منه طلع. طبعا الاول منو يدش الاول؟ يدش بصدره، ما نطالع ايده ولا براسه يدش. نطالع صدره طبعا. نطالع الصدر. الصدر يعتمد على الصدر. على صدره، اذا دش اللاعب صدره. فالحين هذا البد مستعد على اشاره للانطلاق. لما اقول استعد شوف استعد انطلاق. رد انا شايف القيت المسابقه يعني اعاده في اعاده. بدايه خاطئه تعد. ليش؟ عطنا الاسباب يا غانم. الاسباب ان في لاعب من اللاعبين في اي حاره لحظه الحين ينظر الحكم ويرفع ايده هو انه بدا بدايه خاطئه. نعم وكل لاعب من اللاعبين ذيله اللي يشوفهم ثمانيه لا بدايتين خاطئتين. اذا بدا نفس اللاعب بدايه خاطئه ثانيه راح يطلع برا السباق. اذا كرر نفس الخطا ونفس اللاعب يطلع خارج السباق. خارج السباق. اذا غيره لا ما له ذنب. لا طبعا اذا هو نفسه اذا انذر في بادئ الامر ممكن مره ثانيه لو اعيد تكرار عمليه الخطا يكون خارج السباق. اي نعم. فالحين يريحهم طبعا لان اللاعبين على اعصابهم. انا طبعا الحقيقه كنت الاحظهم قبل السباق بمده وهم يعملون عمليه التسخين. لا شك ان هذا مو ثابت. لحظه مو ثابت مو ثابت اللاعب اعصابه مشدوده مثل ما قلت ان هي العمليه تستغرق ثواني يعني 100 متر قصيره. ف عندنا لاعب يذكره بالخير علي المسعود كان ياخذها بنفس واحد. هذه يعني صورك يكتم نفسه يمكن يتنفس نفس ثاني على النهايه. هاي مثل السباحه تقريبا. انت طالع هذه يعني صور 10 ثواني واحد يكتم نفسه. بني ادم يقدر يكتم نفسه دقيقه. لا يوم بس في 10 ثواني وهو منطلق منطلق جاء اقصى ما عنده. نعم ويتنفس على اخر نفس واحد. نفس يعني واحد يقطعها. مو كل اللاعبين يقدرونها. لا طبعا عندهم خبره. صحيح عندهم خبره متمرنين على العمليه. نعم نتمنى الحين طبعا ان نشوف لهالمسابقه الحلوه اللي راح تشد الجمهور اللي حاضر لليوم هذا اليوم الجميل يوم الاحمدي من مشاهدين عندنا في الاستاد والمشاهدين عند شاشه التلفزيون.
وطبعا العاب القوه لعبه مشوقه وفيها منافسه قويه وتعتبر ركيزه لجميع الالعاب الرياضيه. ام الالعاب يا ابو علي. او هي ام الالعاب، انا قلت ركيزه يعني انا عارف ان هي ام الالعاب اللي يعتمد فيها طبعا. فان شاء الله راح نتفرج على هذه المسابقه مع جمهورنا اللي حضر لمشاهده المسابقات الرياضيه العديده بهذا اليوم الجميل اللي كل سنه نشاهده ونتمنى ان نشاهده بالسنوات القادمه احسن وبزياده من الالعاب الحلوه المشوقه اللي راح تضاف في كل سنه راح نشاهد. لا تنسى علي ان في احلى شيء في العاب القوه يسمونها عروس الالعاب في العاب القوه. نعم. اللي سباقات تتابع عندنا اليوم سباقات بدا السباق وبدايه خاطئه ثانيه بعيدها اعتقد مو اللاعب اللي كرر العمليه الاولى يمكن لاعب ثاني حاره اثنين منبه عليه شوف رفع ايده اللاعب رفع على طول فعلا واضح رافع ايده اللاعب بالحاره اثنين اللي هو رقم 34 مضر عاشور المرشح للبطوله او المرشح للفوز بالمسابقه هذه هو مع مواس راكان. هذا اول انذار ياخذه الاخ عاشور ما يطلع لو كررها مره ثانيه يمكن يطلع من المسابقه. تقول لي ان تتابعاتها تعتبر عروس الالعاب العاب القوه طبعا يعني في عندنا اليوم في بنات تتابعات 4% وتتابعات رجال 4% نعم في احلى سباقات البريد يسمونها هذه سباقات التتابعات احلى تنافس شريف في كمجموعة كتعاون طالع أربعة لو يخطئ أي واحد فرد من هالأربعة راح يطلع الفريق كله برا سواء في التسليم والتسلم اللي منطقة راح محددة لها تقريبا بعشرة أمتار المنطقة هذه اللي يسلم فيها العصاية إذا أخطأ طلع فريقه كله برا أو أخطأ مثل ما قلت في البداية خطأين طلع الأربعة الأشخاص اللي معاه كلهم برا. نعم في هاي سباق التتابع أما في هذه كل واحد له خطأين أنت لاحظت الحين خطأين تكرروا ولا واحد طلع من المتسابقين. اي نعم. فكل لاعب من حقه يخطئ خطأين. على البداية هاي الثالثة. الخطأ الثاني يطلع طبعا. الثاني عنده خبر مثل ما اخبرتنا ان الخطأ الثاني الحين بيبدون هاي المرة الثالثة نشاهد المرة الثالثة بداية سباق حرج وثواني معدودة ويطلع الأول بعد مجهود كبير. أبو علي في طلع عندنا 1 2 3 4 5 طلع. خمسة طلع. بدأت المسابقة صحيحة المرة. نسلم الميكروفون الآن إلى الزميل محمد الزامل. مشاركة جيدة كبداية في أول يوم يشاركون فيه في يوم الأحمد الرياضي نتيجة 100 متر سيد رجال راح نشوف النتيجة الرجال طبعا كما هو واضح الحين الأول عبد المجيد المسوي عبد المجيد المسوي من اتحاد الشرطة الأول الثاني إنما الثاني ما أدري لحد الآن ما أدري الثاني ما أدري بس ما يخالف على اساس عرفنا الاول بس على عيد مسوي ها وبعدين النتيجه طبعا الحكام هي اللي طبعا اللي تقررها يعني طيب بدا انا شايف بدت عدو سيدات 100 متر شايفهم مستعدون للسباق مثل ما قلت شارك في 100 متر عدو سيدات امينه محمود ورقيه مختار وعاليه احمد وصباح علي وبدرية ناصر وداليا بدران فاتن غزالة وكرام محمود من جامعة الكويت وعالية عمر عالية عمير وحنان بيان من جريدة الأنباء وشايف للاستعداد
لهذا السباق. طبعا لازم يكون استعداد كامل في السباق، وطبعا في حكام ألعاب القوى من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى لتحكيم هذه السباقات، حكام بداية ونهاية وآدم البدء، ولابد حتى لو يطلع مثل ما شفنا السباق اللي قبل هذا 100 متر عدو رجال ان اعادوا السباق. الاستعداد لو شفنا احنا ايضا علمين، علم احمر هناك عند البداية وعلم ابيض لما شاهدناه هني، على اساس ان يكون الاثنين اللي معهم الاعلام كانه لو نذكر اول بالكشافه الكلام بالاعلام السمر يسمونه السمر سول بالنسبه للاعلام الاشاره ان بدايه خاطئه يرفع العلم الاحمر ورجوعهم مره ثانيه وبدايه السباق مثل ما شفنا القبلي ان مرتين عادوا. استعداد صفاره الحكام سامحه وان يستعدون للسباق 100 متر عدو سيدات. لحد الان نتيجه سباق 100 متر عدو رجال النتيجه الكامله ما وصلتنا، لكن سمعنا من احد حكام ان الاول عبد العزيز، لكن لحد الان نتيجه تطلع من لجنه الحكام اللي يقررون النتيجه. لا زال الاستعداد لسباق 100 متر سيدات. طبعا لازم يكونون عن خط البداية وللاستعداد. حتى حكام اللي انا واقف يومهم هني شايفهم كل واحد معه الساعة او ساعة توقيت للسباق. طبعا كل فتاة راح تاخذ الوقت بحكم مخصص، حكام موجودين في النهاية هم مسؤولين عن كل الحارات الموجودة. وطبعا احنا عارفين في حارات ثمان في مضمار ألعاب القوى. لحد الآن الاستعداد للسباق. شاركت اليوم الفتاة في يوم الأحمدي الرياضي السابع في كرة السلة وكرة الطائرة وألعاب القوى. أيضا راح يشاركون في ألعاب القوى السيدات أيضا في 400 متر تتابع رجال، وأيضا في 400 متر تتابع بنات. واحنا عارفين ان كل 100 متر يقطعه متسابق او متسابقه وتعطي العصات لل 100 متر الثانيه للمتسابق او المتسابقه، و 400 متر 4 في 100. نتائج وصلتنا، نتائج 100 متر نهائي رجال. الاول عبد المجيد المسوي من الشرطة، الثاني مطر عاشور من الجيش، الثالث مواس ركان من الجيش. هذه نتائج
سباق 100 متر اللي أقيم قبل قليل، النتيجة النهائية عبد المجيد المسوي من الشرطة الأول، ومطر عاشور الثاني من الجيش، ومواس راكان من الجيش أيضا الثالث. لا زال الاستعداد جاري ل 100 متر عدو سيدات، وطبعا لابد في ألعاب القوة أن يتأكد حكام البداية من أن المتسابقة مستعدة، حتى لو كانت طلقة اللي هي طلقة البداية يشوفون ما أحد اللاعبين قلط، راح يعيدون السباق مرة ثانية ومرة ثالثة، ويأخذ إنذار المتسابق أو المتسابقة لهذا الخطأ.